خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين أخوتي؟ لبس عليكم، أحوالكم طيبة. مرحبا بكم في قناة ابتسام المغربية. إذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة، ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال القناة إن شاء الله. اليوم أخوتي جيت نتكلم على الأسرة اللي تشردات بسبب الأب اللي جرى عليهم ورماهم في الزنقة وخرجهم من منزل العائلة. كاملين حنا المغاربة بصفة عامة كنستنكروا هذا الفعل الوحشي والذي لا يمت بالإسلام بصلة، خصوصا وحنا على أبواب الشهر الكريم شهر رمضان. حشومة وعيب وحرام أب يدير هذا الشيء في وليداته. من المعروف أن الوالدين واخا يموتوا بالجوع يحيدوا اللقمة من فمهم ويعطيوها لوليداتهم باش يعيشوا، ولكن هاد الأب قلب جميع الموازين الطبيعية ديال هاد الحياة. نسأل الله في هاد النهار وفي هاد العواشر الله يهديه على راسه وعلى وليداته. اليوم مرات أكثر من 10 أيام على هاد الواقعة هادي والأمر مازال كما هو. هاد الناس هادو عياو مساكن وتكرفصوا وتسالى جهدهم بقلة النعاس وبالتكرفيس وبالنعاس في الزنقة، وهذا الشيء هو اللي كان واضح في التصريحات الأخيرة ديالهم اللي شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي. وغير هذا، شي 3 أيام هذه سمعنا بأن رجال الشرطة جاوا عند هاد الناس باش يحيدوا لهم الخيام اللي ناصبينها في الزنقة تحت ذريعة استغلال الملك العام، ولكن حنا راه كاملين عارفين بان هذا الشيء مجرد اعذار. القهاوي والحوانت كاملين راهم مستغلين الملك العام وما كاينش اللي تيهضر معاهم. هاد الاسره فقط هي اللي بانت لهاد الناس، هي فقط اللي مخترق القانون، ولكن حنا راه عارفين شكون اللي وراء هاد الشيء كامل. الاب هو السبب في هاد الشيء كامل، هو اللي خوى وليداته من الدار وتيحاول الآن أنه يخويهم حتى من الزنقة اللي عايشين فيها منذ الستينات. اللهم إن هذا لمنكر، والله أخوتي لهذا الشيء راه منكر، واحد المنكر كبير. حشومة وعيب أننا نشوف واحد تصرف صبياني بحال هذا من أب اللي في العمر ديالو أزيد من 80 سنة ويدير في وليداته في فلدات أكباده هذا الشيء كامل. حشومة وعيب، والله تحشوم وعيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم الإخوان، أنا اللي أثار انتباهي بواحد الشكل كبير هو الجيران ديال هاد الناس. زعما وقفوا معاهم واحد الوقفة كبيرة ديال ولاد الناس الحرار. اليوم جيت نقدم واحد تحية كبيرة لهاد الجيران اللي صدقوا نعمة الجيران، رجال وعيالات حرار، مغاربة حرار، تبارك الله عليهم. هكذا يكونوا ولاد الناس. هاد الأسرة لقات فيهم الخير اللي ما لقاتوش في عائلتها واللي ما لقاتوش في الأب ديالها. هاد الجيران هادو عارفين هاد الأسرة منذ الستينات وهم معاشرين في هاد الزنقة، عارفين الشادة والفادة على كل واحد فيهم، يعني عشرة طويلة ديال سنوات. وهاد الجيران عارفين شنو قاساو هاد الوليدات وشنو عانوا منين كانوا صغار مساكن، وهم تيعانيو سواء من تخلي الأب عليهم وسواء من الجوع والفقر والحاجة، وتيشوفوا مهم تتكرفص عليهم مسكينة، تكرفصات وباعت اللي وراها واللي قدامها على قبل باش تكبر وليداتها. ولكن الأب ملعبش الدور ديالو، ما كانش واحد الأب صالح اللي يجمع وليداته واللي يحضنهم واللي صرف عليهم واللي يعطي دم جوفه فداء لوليداته، لأن هذا هو الأب، هذا هو الدور الحقيقي ديال الأب. الأب هو اللي يكون حاضن وليداته واللي يجمعهم ويجمع الشمل ديالهم وما يفرقهمش وما يديرش تفريقة بين هذا وهذا. للأسف أخوتي، للأسف هذه هي القصة ديالتنا اليوم. هاد الأسرة اللي تشردات شكون اللي وقف معاهم؟ شكون اللي كان بجنبهم هاد الأيام هادي، هاد 10 الأيام الأخيرة شكون اللي كان معاهم؟
كانوا معهم الجيران اللي وقفوا معاهم وبجنبهم وشاركوهم الفرح والقرح. وفي هاد الفترة بالخصوص هاد الفترة الصعبة جدا ديال هاد العشرة أيام هما اللي تكلفوا بمكلتهم وشرابهم ومؤازرتهم كذلك في المحنة ديالهم، والجيران هما اللي وقفوا بجنبهم فاش كانوا جاوا البوليس باش يحيدوا لهم الخيام اللي نصبوا في الشارع ويحيدوا لهم فراشهم ومعنهم باش يجريوا عليهم من أمام المنزل. زعما هادو هما الجيران وإلا فلا، هادو هما الجيران اللي قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا سبحان الله، هاد الجيران بينوا على الأصل والمعدن ديال المغاربة الحرار، ولاد الناس ولاد الأصل ما شاء الله عليهم وتبارك الله عليهم. هاد الجيران تفكروني بالناس ديال زمان، ديك الأخوة وداك التكافل والتعاون اللي كان في الجيران ديال زمان، هادشي كنا تنشوفوه غير في الناس ديال بكري. أما للأسف في هاد العصر ديالنا خوتي ولا هادشي واحد الأمر ليه وقليل وقليل جدا. الناس كل واحد ولا سد على راسه داره، كل واحد كان في خيره وشره، ما بقاوش الناس يعني مداخلين مع بعضياتهم، حتى السلام ما بقاوش يردوه على بعضياتهم، يعني ولا التقار ولاو الناس حدوديين، ما بقاوش يبغيو يشاركوا الهضرة مع الجيران. علاش؟ لان تيقول لك نتفاداو المشاكل، كل واحد يديها في راسه وفي المشاغل ديالو باش يتفاداو المشاكل اللي تيوقعوا ما بين الجيران. شيء جميل انك تشوف بحال هاد الجيران هادو، يعني تبارك الله عليهم والله يثبت الاجر ديالهم والله يجعل هاد العمل هذا حسنة وأجر في ميزان حسنتهم يا رب العالمين. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه مازال خير الحمد لله في البلاد وفي العباد، مازال الحمد لله الجيران تتساعدوا فيما بيناتهم وتتعاونوا بيناتهم، والله يدومها محبة وأخوة يا رب العالمين. أما الكلمة اللي بغيت نقولها لهاد الأسرة هذه، راه قلوبنا معاكم ودائما تندعوا معاكم، الله يفرجها عليكم وربي معاكم، ربي معاكم أخوتي. وما ننساكمش كذلك حتى انتم أخوتي المشاهدين اللي تتشاهدوا هذا الفيديو، تنتمنى لكم في هذه الأيام المباركة عواشر مبروكة، والله يدخل عليكم شهر رمضان بالصحة والعافية، واللهم اجعله شهر الغفران على أمة المسلمين كافة أجمعين يا رب العالمين. تنشكركم أخوتي على حسن المتابعة، خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.